فما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ الرغبة عندنا رغبة، شخص يرغب وشخص يرجو، أرجو وأرغب. قال العلماء بأن الرغبة هي رجاء من نوع خاص، يعني الرغبة هي رجاء خاص. كيف ذلك؟ قالوا الرجاء هو بمعنى الطمع، الرجاء هو بمعنى الطمع. طبعا ذكر هذه الفائدة العلامة ابن القيم رحمه الله، ذكر ذلك في كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، هذا كتاب مشهور عظيم جدا، يتحدث عن أعمال القلوب، ذكر فيه الفرق بين الرجاء والرغبة. قال الرجاء طمع، طيب والرغبة إيش؟ قال الرغبة طلب، الرغبة طلب. إذن الرغبة هي ثمرة الرجاء، إنسان يرجو في البداية ثم يرغب، يعني يطلب. إذن الرغبة هي يعني شيء خاص أخص من الرجاء. فكل راغب، يعني كل من رغب فيما عند الله فهو راجي، لكن ليس كل راجي راغب، قد يكون الإنسان يطمع لكنه ما طلب. فلذلك المسلم لابد، المؤمن لابد أن يجمع في قلبه بين الرجاء والرغبة، أن يجمع بين في قلبه بين الطمع، أنت تطمع فيما عند الله وتطلب وتسأل الله جل وعلا أن يحقق لك هذا المراد. طيب، إذن عرفنا الفرق بين الرغبة والرجاء.